Avez-vous fait la master? J'ai fait la carrière. Je m'en vais, je m'en fais dessiner. C'est notre chouchou wadi. Eh, c'est non. Chouchou wadi. جاوز قرضه فرفاش الفلاسنا مقورقاش غير سيفتي زمارن قوار مجيجن غراسي دوشن نقار نكساستد نزلت نتشات عبوضين النار. في مثل هذا الجو المفعم بالحنان نشأ أكثرنا. الجدة تحكي لنا تنفاس وأحيانا تدعونا للتفكير في تملوين أزل. هذا حسن بوفوس معكم من قسم توالتا الإعلامي. في هذه الحلقة سوف نجوب معا في رحاب تنفست، القصة الشعبية الأمازيغية، ونغوص في أعماق التاريخ، نبحث في أصل تسكلة أو الأدب الأمازيغي، ونحاول تحليل الخصائص السردية الإلقائية للقصة الأمازيغية ونضبط مغازيها ودلالاتها. وسوف تستمعون معنا إلى كم رائع من القصص الشعبية، ولكن دعونا نستمع أولا إلى توليز نسين جروان. توني تنفست قرس تنفست نسين جرا كواس يتشرد نسين جرا نفغن تجمي نفغ أزوان إلا جورن 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 إلا جورن أفني قل معون يشور سوغي أي المعوني ضلن إرقان. قصة الضفدعين، تتحدث هذه القصة عن ضفدعين خرج في يوم من أيام الصيف الشديدة الحرارة للتنزه والاستجمام، فاقترح أحدهما على الآخر فقال: ما رأيك أن نسبح فنبرد ونروح على أنفسنا؟ فوافق الآخر، فظل يمشيان ويمشيان ويمشيان في طريقهما حتى وجدا حوضا فقفزا فيه، ولكن ولذهولهما اكتشفا أن الحوض لم يكن حوض ماء. فقال الضفدع الأول لصاحبه: هذا الحوض ليس حوض ماء، هذا ثقيل مثلي. فرد صاحبه فقال: أنت على حق، هذا الحوض حوض حليب وليس بحوض ماء. فحاول الأول أن ينجو بنفسه، ولكنه سرعان ما استسلم لثقل الحليب فغرق، ولكن الثاني لم يستسلم وظل يقاوم ويقاوم ويقاوم حتى تعب من شدة الضرب على الحليب والمقاومة، فقرر أن يرخي نفسه والآخر ويستسلم لقدره المحتوم، ولكنه سرعان ما وجد نفسه يطفو على كتلة من الزب تكونت من فعل الضرب والمقاومة ضد ثقل الحليب. العبرة من هذه القصة يا أطفال أن الإنسان لا يجب أن يستسلم للمصائب مجرد حصولها، بل عليه أن يقاوم حتى يحن الفرج. شتين سومني قارني مزوار سلك لك الناس تورت الترسم. إذا كان لكل مجتمع خصوصيته في الحكي وفي معالجة المواضيع وفي اختيار الرموز والشخصيات، فمن أكثر ما يميز القصة الشعبية الأمازيغية هو توظيف الحيوانات، يعني استخدامها للحيوانات كرموز في القصة، بالأخص القصص القصيرة. نسمي هذه القصص القصيرة في الأمازيغية توليست، وتجمع إلى توليزين. نشاهد في كل المناطق المتحدثة بالأمازيغية أنهم يجمعون على ما يمكن أن نسميه المستهلات. هذه المستهلات هي التي تجذب الأطفال خصوصا إلى القصة، فتراهم يعني يفتتحون الرواية بما يأخذك وينفصل بك عن الواقع والاتصال بعالم خيالي دائما في مستهل الرواية. ثم الخطوة المعاكسة عند ختامها، فتراهم يقولون في نواحي مثلا سيوا تيخرخارين تبربارين عندما يشرعون في توليست، وتراهم في تونس يقولون عبيريدا مبيريدا في جنوب تونس، وتراهم في جبل نفوسة يقولون حرقوقش مرقوقش وإلى آخره في المناطق المتحدثة بالأمازيغية. حرقوقش
هرقوقاش مرقوقاش 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 يساكن الشندكيش تويدا ستاغريت يروي الأشن دا يزريت يلا أغرز اللي سليت يوط أشن ديني نغيت يخوات فكرو من السهر أن يتف ألدا. كما لاحظتم فإن أكثر تلزين يبتدئون بالمستهلات، ومن مميزاتها أيضا أنها ذات شكل نثري في الإلقاء، فكل الجمل السابقة تختم بالتاء، ومن مميزاتها أيضا التكرار والتراتبية وكذلك الفكاهية في الطرح. يستند التكرار أو التقطيع إلى متواليات ووظائف على المبدأ الذي يرى أن كل قصة تمثل مسارا متناميا وملفوظا يعبر عنه عن طريق وحدات توزيعية معينة. خذ على سبيل المثال هذه القصة الفكاهية التي من أبرز وظائفها تحفيظ الأطفال أسماء كل الحيوانات الداجنة، وهي تتبع في ثناياها التراتبية والتكرار والتقاطيع. تكلت تلات خخوشت كاس نوسان تفسوت تنظر تتصدي تفويت يوسف ديسن سالغن يمي يزريد يسلم يسد على غمي وايا أتاخو خوش أتاخو خوش أتاوش كنت ماما تطرديك فوت أيا تاغتشي تو وياس دام قرار يروب دي دام ودرار يقساح على غمي وقور يتغشش وليسي تشور دفر الغمدي ساقمار يسد يتنقز فطار انت خوخوشت يا واياس اتا خوخوشت اتا خوخوشت اتا مش كنت اماما تطرقي فوت انا تعودشي تو واياس قدام قرار زرو بدي قام ودرار يقاسي هاقمار يقور يتغششو ليسي تشور دفراق مردي ساغيول دايغ تاخ خوش تيجول يوا ياس اتاخو خوش اتاخو خوش اتاوش كنت ماما تطرديك فوت ايا تاغتشي تو ياس قدام قرار زرو بدي قام ودرار يقا ساغيول يقول يتغششو ليسي تشور دفراس إلا سردون جرى غيول دوق مريم زون
إن الأدب الأمازيغي قديم قدم التاريخ، فهو أدب نابع من اللغة الأمازيغية المنتشرة في كل ربوع ليبيا، فهي اللغة التي تحدث بها الليبيون منذ ما يزيد عن 35 قرنا حين اختلاطهم بالفراعنة، وهي اللغة التي تحدث بها أهل برق القدماء الذين عرفهم اليونان بقوريني، وهي لغة الجيتوليين والنوميديين والدوريتانيين الذين امتزجوا بالقرطاجنيين من القرن التاسع إلى القرن الثاني قبل الميلاد، وهي اللغة التي اصطدم بها الرومان عند غزوهم لبلادنا، وهي لغة الواتا وصنهاجة ونفوسة والمايا والمتونة عند فجر زحف الجيوش الإسلامية على شمال إفريقيا. من هذه اللغة نبع الأدب الأمازيغي القديم. يقول ابن خلدون في معرض حديثه عن مثل هذه القصص: وكثير من أمثال هذه الأخبار لو انصرفت إليها عناية الناقلين لملأت الدواوين. يقول الأستاذ عثمان الكعاك إن الأدب الأمازيغي صالح لتكون منه مسرحيات ذات صبغة شعبية صميمة ونزعة تاريخية واضحة، وهو صالح لتكوين أدب أطفال وطني لا نحتاج فيه إلى النقل عن الأجانب، وهو صالح كذلك لتغذية الأدب بعناصر جديدة طريفة وأحاديث ممتعة وأشعار مستمدة. في الحقيقة لإخواننا في الجزائر والمغرب فضل السبق في استخدام الروايات والقصص والحكايات الأمازيغية القديمة وإعادة صياغتها وترتيبها في أشكال مسرحيات. جمع جمع توم منايا هذا نجمع إيه إلا ده رح زقها سينا سلان زقنا شي مدو تشال شطر هذا معاسم لا اسمعني ما زوى الزقع مرة تريب ذا دي فغندي ميتت اهلا بتتي لباس اشتغال الانسان بالحكي والممارسه السرديه له تاريخ يعود الى عصور ودهور مطويه واجيال مغله في القدم، ولا احد ممن له ادنى اهتمام بالسرديات لا يعرف او لم يسمع عن حكايه جلجامش الاكاديه او قدموش الكنعانيه او حور المصريه او حكايات الانكا والاستيك في الامريكيتين او الازانداي والهاوسا الإفريقية، أو عن حكايات كوبسيس الأمازيغية الليبية الضاربة جذورها في أعماق التاريخ. حكايات كوبسيس هذه عثر عليها أول مرة في مكتبة الإسكندرية في القرن الثاني للميلاد في عهد الإمبراطور الفيلسوف ماركو أوريليو. خرجت المجموعة من مكتبة الإسكندرية إلى روما لتتلقفها يد الشاعر اللاتيني وخطيب البلاط نيكو ستراس فينقلها إلى لسان قومه، ومن بين هذه الحكايات حكاية النسر الجريح، وقد أوردها المسرحي اليوناني الكوميدي أريستوفان في مسرحيته الطيور، والمسرحي التراجيدي أسخيلوس في مقطوعة له في القرن الثاني للميلاد. القصة ترجمت لعديد من لغات العالم منها العربية، وتحكي كيف انخدع النسر بالريشة التي وضعت في طرف السهم فلم يفر من السهم ظنا منه أنه مجرد ريشة قبل أن ينغرس في صدره، فعلم بعد فوات الأوان أن إصابته كانت بسبب ريش نسر آخر، وكانت كلمته الأليمة: بريشنا نحن نؤخذ. كان الملك الأمازيغي بادو أدب رفيع حسب ما أجمع عليه المؤرخون لعصره، فهذا فلورتاخوس اليوناني يتعجب من كونه بربري نوميدي يصبح أكثر الأدباء ظرفا ورهافة حس، ومما تجدر الإشارة إليه هنا هو أن أهل أثينا نصبوا له تمثالا تخليدا لمركزه الثقافي، ولما لا يكون يوبا أديبا رفيعا بهذا القدر؟ فجده هو همس بعل حفيد الملك ماسينيسا صاحب أقدم كتاب كتب بالتفناغ ألا وهو كتاب الحوليات. ومما تجدر الإشارة إليه أيضا هو أن الملك يوبا في كتابه ليبيكا أشار إلى قصة إزمام كياد
أو الأسد الحقود، ونفس القصة ما زالت متداولة بعد 2800 سنة على لسان أمهاتنا وجداتنا. يزم يخسي جسلان إمام ميسا قليل نيزقان، يخسي السنجف مميس يسيول إجروت من لغرديسيس. أمي إلا متى أمي ديس متى التتيودان دتسس إرجازن إلا نفون فيس دتسدنا نفوز المطيس يوطيس لاني فس ستوسرت نسي طس يوسد أوشند مميس تطاول نستقاس تلا تغيول تيليس تنبي دلي تنبي ديستفس. تسمى الحكاية الخرافية بالأمازيغية تنجلت، وتجمع إلى تنجالين، وهي كل قصة طويلة ذات مغزى تروى عادة في السهرات الليلية في نطاق الأسرة في جو شبه طقوسي عند موقد النار أو تحت الأغطية الصوفية أو الوبرية، ويحرم تداولها في النهار بدعوى أن من يرويها في ضوء النهار يصاب بأذى في نفسه أو في ذريته. في مثل هذه السهرات يجتمع الأولاد حول جدتهم أو أمهم أو أختهم الكبرى فتروي لهم مغامرات الأبطال الخرافيين. يستمر الولع بالاستماع للحكايات الخرافية مع الأطفال إلى أن يصبحوا كبارا، وأداؤها غير قاصر على النساء بل قد يؤديها الرجال أيضا والشبان أحيانا في تجمعات الأسرة أو تجمعات أخرى خارج البيت. مع ذلك يظل الرواة الأصليون لهذا النمط هم النساء. الكابتن محمد عمير اللي خارج قرأ أشكوها الزور بجغرة كان اللي خارج قرأ أرس أمان الملكة لحنة أتلقى الطالب الناس مخلغة طومات لحنة الناس نكسي جيس سنة يغمان لحنة الناس هكي ناس سروا الضواء أسفيت كتران أفتين في الزمان يد اللي تكين تنو نتقف الله الناس جيس أزيس بنت فهرت خارج جزهر مذاك يغمان لحنة تغيط أري غمان إذن يقرت في الله سنتين اللي غدا غوش كانت الملائكة نضيء جاتنا رزق مقتضى الصد جاتنا رزق مفقوى جاتنا رزق مفقوى جاتنا رزق مفقوى جانت من نرز يجلنا في الشغيات تريليت يجلنا في الشغيات الناس أرزمية نحن جارت الزارة الشرى بيني الناس إنا يجان الشرى من التفاتي هنا يشتت لبيتا قصر جليات سارز السارز برخدني بولا زرانان. يقول عثمان الكعاك في كتابه الرائع البربر: توجد عند الأمازيغيين قصص تاريخية وملاحم حماسية، منها التاريخي بالمعنى الخاص، ومنها الديني المشوب بالتاريخ، ومنها مناقب الأولياء التي هي بين الترجمة والكرامة والنوع الإغرابي. هذه كنوز ثرية عجيبة، فلماذا لم يخرج منها الأمازيغيون ملحمة كبرى مثل الصاغة عند الإسلنديين أو الإليادة عند اليونان أو الأنبيذة عند الرومان؟ نبشر الأستاذ الكعاك رحمه الله بعد مضي 25 سنة من صدور مقاله هذا أن مؤسسة توالت الثقافية سوف تصدر كتابا للأستاذ محمد أسوس عن الميثولوجيا الأمازيغية المستخرجة من القصص والحكايات والأمثال والأشعار الأمازيغية.
إن الحديث عن الأدب الشعبي حاجة ملحة فرضتها إشكالية البحث في القيم الثقافية والفكرية الأصلية للشخصية الوطنية، والبحث في مجاله يعد بحثا أصيلا مرتبطا بالكيان الثقافي لأية أمة من الأمم البشرية. يقول الأستاذ عبد الحميد بوريو: من خلال دراستنا للتراث الشعبي نستطيع أن نؤكد أسسنا الحضارية والثقافية، إذ إن الأجزاء الفعلية التي تتألف منها كل ثقافة هي العناصر السلوكية الحركية والكلامية والضمنية التي يألفها مجتمع من المجتمعات، كما إن هناك مجموعة من الدوافع الفطرية التي تحفز الناس في كل مجتمع على العمل وتوجه سلوكهم بصورة تلقائية. إن تزايد الاهتمام بالتراث الشعبي إذن ليس مجرد نزوة عابرة أو تقليد أعمى، كما إنه ليس للتسلية والتنذر كما يحلو للبعض أن يصفه، بل إنه يعني الاهتمام بعلم متكامل مبني على أسس علمية وواقع اجتماعي ملموس متأت من الإيمان بأن الشعب هو صانع التاريخ وهو الذي وضع الأسس الحضارية للمجتمع الذي يعيش فيه. إن القصص والحكايات الأمازيغية تروى وتحكى في كثير من بقاع الأرض وبلغات مختلفة. Et maintenant, voici une histoire des berbères du désert. Vamos a escuchar una historia de los berbères. Il était une fois, dans le grand désert des berbères, une petite fille. ويحرم أبناء هذه الثقافة وهذه اللغة من تداول قصصهم وحكاياتهم في وسائل الإعلام. Esta mañana, en el gran desierto, había un pájaro cantando. Y en el único árbol que había en este desierto, las hojas cantaban. Pero cantabas todo el día, desde que el sol se levanta hasta que se acosta. Y este pájaro les escuchaba al árbol cantando. تنفست القصة الشعبية الأمازيغية. إعداد محمد مادي. قراءة النص حسن بوفوس. قصة سين جروان من إلقاء الأستاذ عبد الوهاب فخار. قصة حمو نمير من رواية ألا عيش بها، من إعداد مؤسسة تولت الثقافية بالتعاون مع شركة فوزي فيزيون.